وبشأن المصالحة بين حركتي فتح وحماس والتهدئة مع الكيان الصهيوني، ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة المتخصص في الشأن الفلسطيني الدكتور ناجي البطة. دكتور ناجي، السلام عليكم. جولات مكوكية لقادة حركة حماس للقاهرة خلال الأيام الماضية، لكن كيف ترون نتائج هذه الجولات سواء على صعيد التهدئة مع الكيان الصهيوني أو المصالحة مع السلطة الفلسطينية؟ وعليكم السلام، كل عام وانتم بخير والمشاهدين واهلنا في العراق ان شاء الله. والخطان متوازيان لا يلتقيان، التهدئه خط والمصالحه خط اخر. التهدئه تتقدم بشكل بطيء، واعتقد انه قبل عيد الاضحى كانت كما تفضلتم في تقريركم قاب قوسين او ادنى من التوقيع، لان التهدئه هي مقدمه اما لهدنه او لتصعيد بالمناسبه. وبالتالي يعني التهدئه ملفها يختلف تماما عن ملف المصالحه، ليس المتعثر بل المستحيل، لان المصالحه هي بين برنامجين متناقضين لا يلتقيان في اي نقطه على الاطلاق. نعم. وبالتالي يعني هذه هي الصوره، التهدئه يمكن ان تتوقع خلال الاسبوع القادم بعد العيد، واما المصالحه فلا اعتقد انها سترمى في يوم من الايام. طيب دكتور ناجي، على ذكر المصالحه، هناك من يلقي باللائمه على السلطة في تعطيل المصالحة، ما مدى دقة ذلك؟ يا سيدي كما تفضلتم أنا أتكلم لك من قطاع غزة، يعني أنا جلست من الساعة 10 صباحا حتى 11 قبل تقريبا بنصف ساعة وأنا أنتظر أن يعني تشتعل الكهرباء أو تيجي يعني تأتي الكهرباء إلينا، الذي يعطل حياتنا اليومية في قطاع غزة، كل الغزيين كل الفلسطينيين في غزة، هي السلطة في سلطة أوسلو. والذي يعطل حياتنا الاقتصاديه هي سلطه اوسلو، والذي يتامر مع الاحتلال علينا هي سلطه اوسلو، وبالتالي يعني نحن لا نثق في هذه السلطه. وان كنت اتكلم بشكل حيادي موضوعي، لان هذه السلطه للاسف يعني كما قال رئيسها محمود عباس انها تعيش تحت بساطير الاحتلال الصهيوني، الاحتلال الصهيوني يستبيح الضفه الغربيه ويريد ان يتمكنوا في قطاع غزه. طيب تمكن في الضفه الغربيه وتمكن في ان تكون مقاوم في مواجهه الاحتلال الذي يحتل كل شبه المنطقه الغربيه، ثم تاتي لتتمكن في قطاع غزه وليس هناك مشكله، لكن ان تكون هناك تنسيق امني يقان المقاومه في ظهرها، فاعتقد ان هذان امران لا يستويان. وبالتالي يعني حظوظ المصالحه كما قلت لك مستحيله جدا جدا. دكتور ناجي، هناك من يعتقد ان ربما تكون حركة فتح أن دورها يعني تلاشى في القضية الفلسطينية، هل صحيح هذا الطرح؟ يعني بعد اغتيال الشهيد خليل الوزير، ثم اغتيال الشهيد صلاح خلف، ثم اغتيال الشهيد ياسر عرفات، القادة المؤسسون للحركة ووصول المرحلة إلى عدم تشكيل لجنة تحقيق حقيقية تضع القتلة المجرمون في قفة الاتهام وتقديمهم للمحاكمة العادلة، اعتقد ان حركه فتح يعني حركه يعني للاسف وصلت الى مراحل متدنيه، يعني التامر على فتح كبير جدا على اعتبار انها كانت تقود النظام الفلسطيني. يعني هؤلاء القاده العظماء من قاده الشعب الفلسطيني الذين يعني انتجتهم حركه فتح لم يتكرروا، وتم ابعاد اي امكانيه لقيادي وطني فلسطيني من خلال فتح يقود المرحله او يشارك في قياده المرحله، وبالتالي كما تفضلت نعم. فتح تلاشى دورها، وبالتالي هي لا تريد كما قال اكثر المسؤول حالي فيها انهم لا يريدون مثلا على سبيل المثال ان تكون هناك اي مساعدات لقطاع غزه الا من خلالهم، وهذا يضع علامات استفهام كبيره على دورهم في موضوع المساعدات ان كانت تصل بشكل كامل او لا تصل. لو نستشرف المستقبل دكتور، تعتقد ان يعني شروطا ما ستوضع امام حركه حماس لتمرير المصالحه؟ هل ربما يعني ستكون هناك مساومة مع حركة حماس للقبول بملف المصالحة؟ يعني أنا أتفق معك أن المرحلة هي ليست مرحلة المقاومة، على اعتبار أن ترامب يعني يتبجح بأن القدس قد زيلت من طاولة المفاوضات وكأنها ملك يعني ترامب وآل ترامب، وهو الذي يحدد من الذي ما هي الاجنده التي ستكون على الطاوله وما هي الاجنده التي لا يجب ان لا تكون على الطاوله، وكان القضيه الفلسطينيه هي قضيه مساومه، وبالتالي يعني ربما يكون هناك ضغوط على حركه حماس لكي تقبل
ببعض ما لا يعني يتناسب او يتوافق مع رؤيتها واستراتيجيتها، لكن حتى اللحظه لا استطيع ان استبق الاحداث، والمستقبل كفيل بان يكشف لنا يعني اجابه على ما تفضلت به من سؤال. من غزه المتخصص في الشان الفلسطيني الدكتور ناجي البطه، شكرا جزيلا لكم.